فالشاهد من هذا أن هؤلاء البطائحية ناظرهم شيخ الإسلام رحمه الله على أن يدخل في النار، كما ذكره ورحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ما كتبت هذه الحال وهذه القصة إلا من أجل أنها اشتهرت ونفع الله بها عز وجل الدين، وأعز الله بها الدين، وقمع أهل البدع والأهواء بها. فيقول: من لم يحضر سمع بعضها، ومن حضر لم يشهد الكل، فأردت بذلك أن أكتب ما جرى لي مع هؤلاء. فيقول رحمه الله: أتتني طائفة منهم فأخبرتهم أن ما يفعلونه من الدخول في النار ومن أكل الحياة هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل به أحد من أئمة المسلمين. قال: فتاب بعضهم. فمضت أيام وإذا بجماعة يأتون أخرى ويظهرون للناس هذه الأحوال، فقالوا: أتريد أن نظهر هذه الأحوال؟ فقال رحمه الله: قال: من كان عنده ذهب فليذهب به إلى الجهابذة في السوق حتى يعرف الخالص منه من المشوب من الصفر، أما أن يظهره أمام عامة الناس من الفقراء والأعراب ونحوهم فليس له في ذلك قدر. قالوا: لن نفعل هذا إلا إذا كنت معنا. قال: لست معكم وإني ضدكم، لأنكم تحاربون الله وتحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانقلبوا صاغرين. قال: وبعد مدة إذا بشيخ يأتي من هؤلاء ويتردد علي، وكانوا مع ذلك يلبسون الحديد في أعناقهم، فقلت له: اتق الله، هذا بدعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى على رجل خاتما من حديد قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ وبين جل وعلا أن أهل النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. يقول شيخ الإسلام: فقال رجل في المجلس: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكره الغل. فقال: إذا كان الغل في المنام إذا كان مذموما ففي اليقظة أولى. ثم قال: اتخذتم لبس الحديد مع أنه من حلية أهل النار وهو مذموم، فكيف إذا اتخذتموه قربة تتقربون به إلى الله عز وجل؟ قال: وقد غلط من غلط فجعل المباحات بمثابة المستحبات والواجبات. قال: وهذا أصل غلط فيه كثير من الناس، إنما المباح يكون مباحا إذا بقي على أنه مباح، لكن إذا اتخذ المباح قربة ودينا فإن هذا من الابتداع في شرع الله. ولهذا عظم ذم الله عز وجل على من شرع شيئا لم يأذن به الله عز وجل. قال رحمه الله: فذهب هذا الرجل ومن معه وأظهروا الموافقة. يقول: فأخبرت بين فترة وأخرى أن هؤلاء ما زالوا مصرين، وكان هذا الرجل يكتب لي كتابات بعد كتابات فيها من الأحاديث الموضوعة وفيها من الإسرائيليات غير المشروعة. قال: وإنما حملهم على هذا هو اتباع الهوى. قال: ولذلك السلف يسمون أهل البدع يسمونهم بأهل الأهواء، لأنهم يتعبدون لله عز وجل بأهوائهم وليس بشرع الله عز وجل. قال: وفيهم شبه بالنصارى الذين عبدوا الله عز وجل من غير علم. قال:
رحمه الله، وأنا أنتظر منهم الجواب. وفي صبيحة الجمعة إذا بهم يأتون بجموعهم، ولهم من الإزباد والإرعاد والضجيج والأصوات، فقلت لهؤلاء بعد أن فرغنا من صلاة الجمعة، قلت لهم: ليأتي شيخكم لنتحاور ولنتجادل. فرفضوا، قلت: هذا بدعة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخرجوا من مسجد الجامع منصرفين إلى قصر الأمير، ولهم من الضجيج والأصوات ما لهم. ثم ذهبوا إلى مسجد آخر فأرسلت إليهم، قال: ولا أريد العدوان بهم، وإنما أريد الإحسان بهم وأترفق معهم القول، لكنهم أصروا. ثم رجعوا إلى قصر الأمير، فهال الأمير ما رآه، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يشتكون. قال: فدخل شيخ لهم وأخبر كما بلغني ممن حضر، كما قال رحمه الله، من أنهم أنكروا علي وأنني أذمهم. فقال الأمير: أهذا القول الذي يقوله أهو يقوله من نفسه أو من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: بل يقوله من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لنا أحوال لا تظهر لغيرنا، فنحن نعرف باطن الشرع، أما غيرنا فلا يعرف باطنه، إنما يعرف ظاهره. قال: نسمع منكم ونسمع منه. قالوا: نريد أن تشد من أزرنا. قال: لا، أنا مع الحق، معكم أو معه. قالوا: أولا بد من حضوره؟ قال: نعم. وأصر على ذلك. ثم انصرف هؤلاء، مشيخة هؤلاء، إلى الجمع. قال: فأخبرت وبلغني ما حصل، فأرسلت إليهم وقلت لهم: توبوا إلى الله، فإني إن حضرت صار عليكم الوبال، ومن قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان هو الذي أوقع نفسه في الهوان. فتباحثوا فيما بينهم، فقال بعض مشايخهم الذين يطوفون البلاد، قالوا: إنما تظهر أحوالكم عند التتر، أما عند أتباع محمد ابن عبد الله فإنها لا تظهر، فتوبوا إلى الله. فقالوا: نتوب إلى الله وننزع هذه الأغلال. فقال هذا الأمير: لا. وأصر هذا الأمير على أن يجتمعوا، لأنه قد بلغه أن هؤلاء يفعلون أشياء وهاله ما سمع من هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأرسل إلي ممن هو من أهل الخير والصلاح فأخبرني بالخبر، فيقول: في ليلة السبت استخرت الله واستهديته واستعنت به، وعلمت أن الله أراد أن يظهر أمراً لإعزاز دينه. قال: ووقع في قلبي أنهم لو دخلوا النار لدخلتها معهم إعزازاً لشرع الله. قال: فلما جاء يوم السبت إذا بهؤلاء قد جمعوا جموعهم وأتوا إلى الأكابر، وكان الأكابر من الجنود والوزراء قد اغتروا بهم، بل قال رحمه الله: قال: لعظم أمراء التتر واندراس أثر الإسلام وظهور الجهل وظهور البدع أصبح لهؤلاء في القلوب شيء هائل، ولا يمكن أن ينكر عليهم مما اعتقدوه، لا يمكن أن ينكره قول قائل لما عظم من أمر هؤلاء. فأتى هؤلاء الكبراء إلى نائب السلطان، فأصر السلطان وأرسل إلي مرة أخرى، فقال الرسول: هو في الطريق. قال: وما أردت أن أصحب أحدا للإسعاد،
لكن الله عز وجل هو الذي قدر وهو مسبب الأسباب، فخرج من خرج من كان حاضرا معي، وكان الناس قد اجتمعوا، واجتمع مشهد عظيم من الأمراء والوزراء والعلماء والفقراء وأهل الأهواء وأهل البدع يناصرونهم، وقد وقفوا معهم، فدخلت عليه فقال: إن هؤلاء يشتكون منك وأنك تريد أن تدخل النار. فقال رحمه الله: لقد كذبوا، ولا نرى أن يدخل أحد النار، وليس من شرع الله عز وجل كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، لكن هؤلاء كذبوا على الأمير الفلاني، وذكر قصة له حتى لا أطيل، ودخلوا وخدعوا الأمير الفلاني من أن أهل القبور يتكلمون، حتى إنه قيل لهذا الأمير: ابتعد قليلا عن القبر حتى تصيبك بركة صاحب هذا القبر، وطلبوا منه أموالا. فقال هذا الأمير ليس الذي أراد أن تكون هذه المناظرة، أمير آخر لهذا الأمير ونائب له، فقال: إن هذا الولي على زعمكم يطلب مني مالا وخزائني، لا تكافئ وتوازئ هذا المال. قال: فمد يده ومسك بشعر رأسه، وكانوا قد وضعوا عليه شعرا من شعر الماعز، فتبين له كذبهم. قال رحمه الله: وما أردت أن أدخل النار، لكن هؤلاء يقولون لنا أحوال لا يقدر عليها أتباع محمد بن عبد الله، يقولون ندخل النار، وهذا مما نختص به. قال رحمه الله: قال: ولا نرى دخول النار ابتداء، لكن إن زعموا أنهم يدخلون النار لإبطال شرع الله، فإني استخرت الله على أن أدخل معهم النار إن دخلوها، ولا نرى ذلك ابتداء في شرع الله، لكن هؤلاء إذا أتوا بمثل إشاراتهم التي تبطل شرع الله أيدنا الله بخوارق العادات، إما لحجة لإقامة شرع الله، وإما لحاجة. قال الأمير: أو تدخل النار؟ قال: نعم أدخل النار، وهذا شرع الله، ونحن نفدي شرع الله بأرواحنا وبجسومنا وبأموالنا، لكن قبل أن يدخلوا النار يغسلوا أجسامهم، ليغسلوا أجسامهم بالخل والماء الحار. قال: لما؟ قال: لأنهم يوهمون الناس، لأنهم يضعون دهن الضفادع ويضعون بعض القشور، وأنا لا أضع شيئا، فإنهم إن فعلوا فعلت، فعرفوا أنهم قد كشفوا، فقالوا نريد التوبة، قالوا نريد التوبة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أما التوبة فمقبولة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن لتلتزموا بشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فقال رجل منهم من مشايخهم يقول: وكان قد كذب علي، أتاني قبل هذه المجادلة ويطلب مني كحالتهم في السؤال، يطلب مني مالا، يقول: فوقع في نفسي أنه كاذب، يقول: وما يكاد يخفى علي تلبيس أحد، فلما ذهب وقع في نفسي ما وقع. قال: فتعجبت فقلت: سبحان الله، أراد الله أن يكشفه على الملأ من حيث كتم تلبيسه علي لما أعطيته المال. فقال: الأغلال وضعها عابد من عباد بني إسرائيل كما ذكر ذلك وهب بن منبه. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لنا أن نتبع شرع أحد،
وذكرت حديث جابر في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر فقال: أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. ثم قال: وإن ثبت من شرع موسى ومن شرع عيسى أنه حق ما يجوز لنا أن نأخذ به إذا خالف شرعنا، فكيف إذا أتيتم بروايات إسرائيلية؟ دع عنك عباد بني إسرائيل، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إن كان عندك شيء هات ما في القرآن وهات ما في السنة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. فقالوا: نحن شافعية ونريد أن تجمع لنا قضاة الأئمة. فقلت: لم يشرع أحد ذلك من أئمة السلف، وهذا كمال الدين ابن الزملكاني وكان حاضرا. فقلت له: يا كمال، الشافعي يقول بهذا؟ قال: لا، وليس بمستحب وليس من شرع الله عز وجل. فقال أحدهم: قال لنا أحوال وحالات وظاهر وباطن، وقد رفع صوته. قال: فرفعت صوتي فقلت: الأحوال والإشارات والظاهر والباطن كلها يجب أن يرجع بها إلى شرع الله للأمراء. قال: استغللت هذا الموقف لأنه حضره مشهد عظيم، للأمراء وللملوك وللوزراء وللعلماء وللفقهاء وللفقراء، ولا أحد من الناس، فيجب أن يكون الجميع تحت شرع الله عز وجل. ثم أبدأ قال: أريد أن أدخل النار. فقلت: نعم، نلتف أنا وأنت وندخل النار، ومن دخل النار فاحترق فعليه لعنة الله وهو مغلوب. ثم إذا به يخلع قميصه، فقلت: لا، حتى تغسل بالماء والخل. ثم إذا به كعادتهم في تضليل الناس. قال: من أحب الأمير فليأتي بحطب. فقلت: لا تضيع الوقت ولا توسع المقال، وإنما أغسل أصبعي وأصبعك بالماء والخل، ونضع أصابعنا في قنديل، فمن احترق أصبعه فعليه لعنة الله وهو مغلوب. فلما رأوا أن الأمر قد انكشف قالوا: نتوب. فقال الأمير: وماذا تطلب منهم؟ قال: أطلب منهم أن يلتزموا شرع الله. قال: وما شرع الله؟ قال: شرع الله كثير، لكن يجب عليهم أن يلتزموا ذلك التزاما عاما، ومن خالف فلتضرب عنقه. من هؤلاء قال: استغللت الموقف، قلت: لا يجوز لأحد أن يخرج عن شرع الله، لا من الأمراء ولا من العلماء ولا من الوزراء ولا من عوام الناس، ومن خرج عن شرع الله فلتضرب عنقه. قال: فبماذا؟ قال: بهذا السيف، وأشار إلى سيف الأمير. فقال الأمير: نعم، فلتضرب عنقه. ثم قالوا: أتقر اليهود والنصارى على دينهم في بلاد الإسلام ونحن لا نقر؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما أقروا لأنهم دفعوا الجزية مع كتمانهم لدينهم، ولا يجوز لهم أن يظهروا دينهم. أما أنتم مبتدعة، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جابر في صحيح مسلم: إن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وذكرت حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال وفي رواية: وكل ضلالة في النار. أما هذه البدع فليست من شرع الله عز وجل، وأنتم تضللون بها عباد الله. قالوا: بفعلنا هذا نتوب الناس، يعني أنهم يعودون إلى الله. فقال رحمه الله: والله إن حالهم
قبل تتويبكم لهم أفضل من بعد ذلك. أنتم تأتون إلى السراق والزناة ومن شرب الخمر فتتوبونهم بما لم يشرعه الله عز وجل، فحال الزاني وحال السارق وحال شارب الخمر أحسن من حال المبتدع. أنتم تتوبونهم بغير ما شرع الله عز وجل، ولقد كان حالهم قبل تتويبكم لهم كانوا أفضل، لأنهم كانوا فساقا يخافون الله ويرجون رحمة الله وينون التوبة إلى الله، لكنكم بهذا التتويب المخالف لشرع الله جعلتمهم خارجين عن الدين، مبتدعين يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما أحب الله. ثم ذكرت له ولمن في المجلس، قلت إن الزنا والسرقة وشرب الخمر أخف ذنبا من الابتداع، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري أن رجلا كثيرا ما يؤتى به لشربه للخمر، فقال رجل اللهم العنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ قال ابن تيمية لأنه سليم التوحيد وسليم الاعتقاد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لعنه. قال بينما الخوارج الذين خرجوا عن شرع الله قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إلى أن ذكر ما ذكر من أحاديث الخوارج، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، وقاتلهم علي والصحابة رضي الله عنهم، ثم قال والله لو دخلتم النار، والله لو دخلتم النار ثم خرجتم منها حقيقة سالمين ما كان ذلك لكم حجة على إبطال شرع الله، فإن الدجال الأعظم يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويقول للخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها فتتبعه، ومع هذا فهو دجال كذاب. فيقول فلما استقر الأمر قلت وعليهم أن يلتزموا بشرع الله ظاهرا وباطنا، ومن بين هذه الصلاة فإنهم يصلون بالنوبة يتناوبون، وهم بالأمس قال أحدهم بعد العصر ينادي أحمد يقول يا أحمد شيء لله، فيقول هذا شرك بالله، ويدعى غير الله في الحال الذي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه وحده اهدنا الصراط المستقيم. فهؤلاء عليهم أن يلتزموا بهذه الصلاة، وعليهم أن يلتزموا بشرع الله ظاهرا وباطنا. قال ومن قوامهم أنهم يصيحون في الصلاة، فقال أحد مشايخهم قال هذا يغلب عليهم مثل العطاس، قلت العطاس من الله، أما هؤلاء فلقربهم من الشيطان لم يغلب على عقولهم، لكنهم يأتون بهذه الأشياء لقربهم من الشيطان وهي تبطل الصلاة، ومع ذلك فإنكم لا تلزمون من صاح في الصلاة وتكلم فيها لا تلزمونه بإعادتها. قال فلما استقر الحال وتبين أن حال السارق وحال شارب الخمر وحال الزاني أخف من حال المبتدعة، إذا بضجهم وضجيجهم في الميدان يصيحون، فقلت للأمير أهذا موافق لشرع الله ولشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال شيخهم هذا من الله، قلت لا بل هذا من الشيطان الرجيم، بل هذا من الشيطان الرجيم. فقال شيخهم هذا بقضاء من الله وقدر، فقلت ما من حركة ولا سكون إلا بقضاء من الله وقدر، وليس لأحد حجة في ذلك. فقال الأمير والتفت إلي فبماذا تمنع هذا الصياح؟ قلت بالصياط الشرعية. قال فإن لم ينزجروا؟ قلت بالسيوف المحمدية
وأخذت سيفه، فقال وهو يضحك: نعم بالسيوف المحمدية. قال: فقالوا أعطنا كتبا، فأعطيتهم الكتب، وانتهى الأمر على أمر، وهو بعد أن استقر. وكررت ذلك مرارا، قلت: من خرج من شرع الله من الأمراء والوزراء والعلماء والفقهاء والفقراء فتضرب عنقه بالسيوف المحمدية. ثم قال: أنا كافر بكم وبأحوالكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم انتهى الأمر. قال: والحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه، والحمد لله أولا وآخرا. هذا مما يدل على أن الله عز وجل يقيض ويهيئ لهذا الدين أمثال هذا الرجل. فلو عظم أهل البدع وأهل الأهواء في وسائل التواصل أو في شيء من ذلك، فإن الله يعز دينه بأمثال هؤلاء.